فديتش ما خلقتش ما خلقتش ما خلقتش نسبة الحب نتاعكم ما قللتش نقول يا ربي انا كل شيء انا ندوي شلم ناس فلم قهوة يوم الصباح فطور يوم الصباح رزق راي الصباح اروح بيوم العشية مدام شنو تحب تقولوا راي تحب تقولوا ربي يحفظك وربي يعيشك ليا وانت تهز راسي وربي يعيد قلت لي مرتك تخدم في محكمة الاستئناف قلت لي تطلعها في الدروج كامل نطلعها كل يوم على الساقية ونعاوب في المرويح في الهبطها كيف كيف حملها وانت مهبطها صحيح نطلع ونهبطها أنا كل أكر نقص مدي ساعة ونص من ساعتين نكون في المحكمة نسدها واحدة واحدة نهبطها نحطها في كارستها وصباح نحضرها القهوة صباح وتبشها وتبش ولادها زواجكم أثمر على قديش من صغير عندي بنية عندي وليد عندك بنية وطفل 8 سنين وليد وبنت عمرها 6 سنين كيفاش تعايشوا في الدار طيب لها انت الفطور هي طيب الفطور كيفاش ولا مره هي مره انا عندي مره تعاونها شويه هكا تو لي بولادي فهمني هكا شويه هكا شويه هكا صبيح تو تنظف تنظف وتصيغ فهمني تابع ولادي نهار الاحد والسبت تروح وتروح المره هذيا وانا كل حاجه كي حاجه كي نقصها في الدار رجاله مثال برشا حاجه في الدار نقصها صابون مثال كل محمد يجي عاون شوي مش عاون راجل كبير دوبات تسا ما هو القانون مصر 10 سنين محمد ما فديتش ما خلقتش ما خلقتش ما خلقتش نسبة الحب نتاعكم ما قلتش الحمد لله يا ربي اي مانيش متقلق مانيش تعب اموري واضحه عايش كالناس متفرهد اموري واضحه ما نصحت شيء الرعايه نتاع صغارك كيفاش انت تلهي بهم انت اللي تبدل لهم انا كل شيء انا كل شيء انا اي ندوش لهم نظف لهم قاويهم الصباح فطورهم الصباح رزق راي الصباح اروح بهم العشيه كل شيء هو كل شيء انا مدام عسلامة سلام تحبوا محمد اي الحب اش عامل فيه لاباس الحمد لله انا مش كنت وحيده اذا كان تتوفر لي كرسي مفتحله هيك الكهربائي نوعي نمشي وحدي ونجي وحدي عندك طلبات انت مدام اي مش كنت في الكروسه الكهربائيه يعني انت اليوم راجلك تعب معاك يطلعك في الدروج ويهبطك من الدروج طلباتك انه يكون عندك كرسي متحرك كهربائي عندك على الاقل باش يعاونها في المشي والجاي اي تولي تمشي وحدك وتجي هو وحدك. خطر بثمن غالي انا حتى كان نخدم ما نجمش نشريه قداش سمو مدام في 7 ملايين 7 ملايين كرسي كهربائي متحرك على الاقل هذيك باش تسهل على راجلي وعليا كرسي متحرك لازم ساعدها هي قلت لي محمد انت ما تجمش تسقر في خدمه قاره على خاطر مرتك تسحق الرعايه صحيح. والوقت نتاعها ديما يخليك مربوط يلزم خدمه حره انا رجعت تو انا تو نخدم مجازات او انا تو انا مربوط بالوقت تو اخرت فت الوقت انا كلك ما شاف مجازا زي يقول اش بيك جاي تو نقول له نص هي مرتي مثال نطلعها ونهبطها ونص نمشي كل مره ساقيه كل يوم فهمني كيف كما البارح طول البارح انا قلت راني روحت جيت نجي زميلي قال محمد اذا 6 قلت مريقل جيت الاربعة ونص طالي حاجه مش في بلاصتها قال لي كل ما احنا مرتك ومرتك 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 كل ما احنا عائله كل ما احنا عائله قلت مرتي مريضه قلت في كاروس اش عاملين مع المواصلات تركبها في تاكسي في الشتيشن وين تعمل الشتا بدها تصب عليكم وانت هذا على الكاروسه ديك ناخذ كار اسمعني نكون في المحطه غاديك ما تلقاش صعوبه في ان هي تطلع من الكار كرسي حمله تحميل فما جماعة شريك عون شريكة هم اللي حاولوا يشدوا لك مثل كاروسة حمل تحميل دخل الكار داخل فوق في الهبوط كيف كيف الخلاص يعاونني شوية يتصح يحمل دي هو يهبطني مرتي هو يقل معي في الكاروسة يقول خلي واحدة أنا هبطي مرتي واضح مدام شنو تحب تقول له راجل نحب نقول له ربي يفضلك وربي يعيشك ليا وانت تهز راسي وربي يعشر بيناتنا انا تهنا نقول لك المشكله الوحيده في الكاروسه الكهربائيه واضح مدام شنو تحب تقول لها مرتك سي محمد مرتي هذيك نور عليا هذيك حي ما خليهاش ربي فضلها عليا وولادي كلها كيف كيف وهذيك على طول عمرك الموت ديما معها اولادها وديما كل موت ديما نحبها انا